اخويا راه قال لي كانوا مناقشين بعضياتهم هنا، هو مول الطوموبيل مع مول الموتور، ومشى الاخر مشى جاب سميتو جاب صحابه وقال لك جبس الجناوه. ترى الحجر ما تخليش توقف هنايا بنهار في العشيه، الحجر خدام حتى في غيتوقف، كلشي هرب. كيلعبوا في التيران اللي هي فين كيلعبوا التيران فين كيلعبوا ما عرفت انا، الحجر خدام هنايا ولكن الله اعلم، ما تقدرش كلشي هرب حتى من التيران هربوا اللي لاعبين تا هما هربوا. وتا علاش نقول لك واحد يعني كيبان لك هادشي تصفيات حسابات واش نقول لك اخويا، راه ما تقدرش الله اعلم بيناتهم واش نو داكشي ما يعني ما الله يهديهم وصافي، هذا هو اللي كاين، الله يهديهم وصافي، ما عندهمش العقل. وروح صاحبي تحت خوت لو ماشي حق. جيت انا هنا نيت فينا كنلقاه مسكين الدراري، قلنا قال لك ديروا واحد حيل راه ضربوه شي وحده وقتلوه والله ولا ضربوه بفيزيو. الكرة ماشي هي الاساس ديال هاد الشيء، وما بغيناش نمشي حاجه خايبه، ونطلبوا من الله الله يهديهم والله يرد لهم هادشي اللي كاين.